أسأل حضرتك، بما إن أكتر فئة عمرية بتكون بتاخد خطوة الانتحار هي يعني اللي بتتراوح أعمارها من 12 ل 29 سنة تقريبا، فلو هنتكلم على الفئة دي وإزاي يتم التعامل معاها علشان ما توصلش للمرحلة دي؟ المراهقة وبداية الشباب، المراهقة من أصعب المراحل، بضحك جدا لما بيجي لي حد في العياده ابنه 6 سنين او 8 سنين ومغلبني ومطلع عيني بالشكوى، اقول له انت ما شفتش حاجه. المراهقه انواع، وللاسف المجتمع المصري، بالمناسبه تعقيب على انا اسف، الانتحار ظاهره حسب منظمه الصحه العالميه والاحصائيات اللي كل 47 ثانيه كل 47 ثانيه، فبالنسبه للشخص على مستوى العالم، كل 47 ثانيه في شخص بينهي حياته بالضبط. فهي عشان كده منظمه الصحه العالميه عامله في 9 يوم 10/9 تقريبا اليوم العالمي لمضاهضه ووقف ومنع الانتحار كتنويه يعني، وبعديه بشهر 10/10 اليوم العالمي للصحه النفسيه، وكان السنه دي الاثنين ورا بعضيهم ان هو يوم ما اكتفوش بقى ده، كملوا المبادرات لغايه يوم 10/10 يعني شهر كامل للحد من الانتحار اللي بيحصل حول العالم كله، لان احنا فعلا زي ما انت ذكرت. الشباب بقى نرجع للمراهقه، السؤال اللي سؤال اللي قلتيه، ابنك المراهق في شويه حاجات كده ضروري ممنوعه من نقدر نقول عليها محرمه، يحتاج شويه من الخصوصيه، ان يقعد مع نفسه، ما ينفعش اقتحم عليه غرفته، لكن قبل ما ياخد الخصوصيه دي لازم يكون ما بيننا حوار، اللي هو عارف اتكلم معاه ازاي وتعبر عن حبك. يعني ايه؟ بمعنى ايه؟ تعبيرات الوجه والبادي لانجويج في تعبيراتنا احنا لاولادنا مهمه جدا، لغه الجسد. يعني ما فيش بحبك، لا اللي هو بحبك المفروض تقول لابنك المراهق كده، وبناء عليه حاجات بسيطة جدا بس هي لها معنى بالنسبة له. نسأل ابننا أو بنتنا اللي هو ابتدى يدور على البعد العاطفي بره، ليه هو كان عنده جوع أو جوع أو عدم شبعان، مش شبعان عاطفيا، فابتدى يروح يصاحب حد أو يتكلم مع حد وعجبته اللعبة فيبتدي يلعبها بطريقة سلبية. لكن لو هو شبعان من البيت عاطفة وحب، فبالتالي ما ينفعش يدور بره. لو هو في حالة حوار وكلام ما بين الأب والأم، ساعتها يدعمه فما يخافش يخبي حاجة عنهم أو يمنع حاجة عنهم، مش بس كده يكون الأب بين قدوة بالنسبة له. فاحنا هنا اتكلمنا عن الحوار، اتكلمنا إن ابنك تعبر له عن مشاعرك، اتكلمنا على إن الخصوصية دي بقى حتة كبيرة جدا جدا. يعني ما ينفعش فجأة أقول لابني يلا خارجين، لا ده انت لازم قبلها، ده هو مش رئيسي في الشغل، لازم تمهد له تقول له لعلمك احنا بعد يومين عندنا زياره لجده، عندنا زياره لعمه. الحاجات البسيطه دي بتفرق معاه، لان هو بيشايف نفسه شخصيه، اديله قيمته بالظبط. ليه؟ لان هو بيبتدي بعد كده، ممكن دايما بتيجي لنا شكوى المراهقه السلبيه، ده بيرد عليا، ده ابتدى يقارني لما اقول له شوف ابن فلان وابن فلان وابن فلان، فهو ابتدى يقول له دلوقتي دفعتك عنده مصنع، دفعتك اللي هو دفعتك مستشار. فقلت له طيب ما هو كده بيعمل اللي انت بتعمله. دايما ناخد بالنا من رد افعال اولادنا، هم بيعملوا اللي هو بيتعامل فيهم. فلو انت بتكلمه بزعيق ودايما تيجي نقول حاجه جميله جدا لكل اب وام دلوقتي عندهم ابن مراهق او شاب، وانت بتتكلم معاه ما تيجي تسجل نفسك وشوف انت بتتكلم معاه بأي طريقه، واسمع التسجيل ده، هتلاقي نفسك انت بتتكلم معاه بزعيق وصوت عالي، وتطلب منه هو ان صوتنا وصل للجيران والجيران سمعونا والناس سمعونا. من اكبر الاخطاء اللي احنا بنعملها حته تدخل الاخرين في حياتنا. انا احترم الاخرين واتقبلهم زي ما هم، ودخولهم في حياتي محدود، اللي هي العلاقات الطيبة، المباركات، المناسبات الطيبة، لكن هم مش هيدخلوا يربي أولادي أو أنا ما بربيش ابني ليهم أو أن أنا ما بحجمش ابني عشان المظهر العام. زي ما كان بيكلم أستاذنا محمود، المظهرية أو اللي احنا دايما اللي هي حتة النفاق اللي بدأ بيها الادعاء، بندعي أن احنا على أخلاق، بندعي أن احنا على تدين، لكن هل عرفنا التدين؟ هل عرفنا الله حق المعرفة؟ هل عرفنا الأخلاق بمعنى القيم؟ الوعي أو المفهوم الحقيقي أو بالمعرفة، دايما المعرفة بتكون زي النور، البرنامج اللي احنا فيه بتكون نور قوي جدا جدا، فتقدر تستوعبه وتستحمله وتحتضنه. كذلك الأمر مع
معرفتك لحقيقة ابنك المراهق في مرحلة، هل تفتكر أنا لو جبنا مجموعة من السادة المشاهدين اللي بحترمهم جدا وقلت له تقدر تقول لي ابنك أي نوع من أنواع المراهقة دي؟ هل هو مراهق سلبي يعني بيدخن وممكن يفبرك صور أو يفبرك حاجات أو اللي هو مراهقة السلبية الخطيرة جدا؟ هل هو مراهق عنيد طول الوقت بيعاند معك؟ هل هي المراهقة الإيجابية اللي فعال وعارف خطوات ثابتة وبيتكلم وبيتحاور معك؟ هل هو المراهقة الانعزالية؟ كل دي أنواع وأنماط مختلفة من الأنواع المراهقة لابد أن نبقى على وعي بيها. ده حقيقي.